جديد ملف الإتجار بالبشر وشبكات الدعارة. إصدار قاضي التحقيق في جبل لبنان القاضي بيتر جيرمانوس قراره الظني بحق 26 شخصا وكل من يظهره التحقيق متهما بتأليف شبكة للإتجار بالبشر وجمعية بقصد ارتكاب الجنايات على الأشخاص، وذلك على خلفية التوقيفات التي شملت شيموريس وسيلفر، ووجد القاضي أن أفعالهم من نوع الجنايات. ووفقا لمحاضر التحقيق التي حصلت عليها الجديد والتي تكشف فيها صورة مستدرج الفتيات المدعى عليه علي الحسن المعروف بعلي زعيتر، والذي صدر بحقه حكم غيابي لتواريه عن الأنظار، فقد تبين بحسب التحقيقات أنه عينه فواز علي الحسن، ويقوم بالتجوال بواسطة بطاقة هوية مزورة تحت اسم محمد حسين بهاء الدين، ومن ثم يطبق عليه قانون العقوبات إلى جانب المواد الجنائية المتعلقة بالإتجار بالبشر. ونص العقوبات هذا جاء بعد الاستماع إلى إفادات الفتيات التي أظهرت أنهن تعرضن للخداع وللضرب والتعذيب واحتجاز حرياتهن وأوراقهن الثبوتية وأجبرن على ممارسة الدعارة. طلعت على لبنان بتفاجأ أنه أخذني على هذا المحل على أساس أنه بدنا نقعد هون، بتفاجأ بواحد من الزباين عم ينقيني، حاسبه كان فيه عندهم شغيل اسمه شرب الشهوان، حاسبه شرب الشهوان، قصتنا اتخانقت انا والزبون جوا بالغرفه، ضربته وحملت حالي وطلعت، طلعت لعند عماد قام قال لي انا فلان الفلاني. هون انا انصدمت فيه، نحن بنشتغل هيك بالدعاره وانت بدك تشتغلي معنا بالدعاره؟ قلت له انا ما بدي اشتغل لهي الشغله ولا بدي اياها من الاساس، لو بدي اشتغل لهي الشغله كان باستطاعتي اشتغلها بسوريا. قام ضربني قال لي انا دافع عليك 3000 دولار، تعطيني حقي وبتاخدي حقك. ووجد قرار قاضي التحقيق أن الطبيبين رياض علم وجورج أفيكيان والممرضة جيزيل أركيلو متهمون بإجهاض بعض الفتيات، ما يخضعهم لقانون العقوبات. لازم تمارس الدعارة بلا كوندوم لأنه كان يقطع عنهم الكوندوم، فكذا صبية حبلت تحت، بس يصلوا خبر أنها هي حامل ياخدها لعند الحكيم يعمل لها إجهاض، وفي كذا بنت أنه خلاهم يجهضوا بقلب المحل يجيب لهم حبس كتاتيك. وخلصت مطالعة القاضي جيرمانوس إلى اتباع الجنحة بالجناية للتلازم ووجوب محاكمة المتهمين أمام محكمة الجنايات في جبل لبنان ودفع الرسوم والنفقات. وإثر القرار أعلنت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي أنه جرى توقيف الطبيبين علم وأفاكيون إلى جانب الممرضة أركيلو في قضية الإتجار بالبشر. باسل العريضي، قناة الجديد.